أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني مشروع توسعة وتطوير ساحة النسور الذي يعد أكبر مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية بحضور وزير الإعمار السيد بنجي الريكاني. كما أطلق رئيس مجلس الوزراء عبر دائرة تلفزيونية العمل بمشروع الرستمية الذي يتضمن تصميم وتنفيذ مجسرات ربط لطريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش وتوسعة الطرق المحاذية على جانبي القناة. هذا وتواصل ملاكات وزارة الإعمار تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد، وكان أخرها المباشرة بمشروعي ساحة النسور والرستمية. مشروع تصميم والتنفيذ وتطوير ساحة النسور أكبر مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد، أطلق شرارة مباشرته رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني الذي يتضمن إنشاء جسور وأنفاق وتوسعة للطرق المجاورة لمسار المشروع. وفي التفاصيل، حيث يتضمن المشروع إنشاء 3 أنفاق، الأول بطول 490 مترا وعرض 11 مترا ويربط بين شارع الأردن وشارع القادسية، والنفق الثاني بطول 535 مترا وعرض 11 مترا ويربط بين شارع يافا وشارع بيروت، والنفق الثالث بطول 1035 مترا وعرض 11 مترا ويربط بين شارع بيروت وشارع يافا. كما يتضمن المشروع مجسرين، الأول بطول 890 مترا وعرض 19 مترا ويربط بين شارع دمشق وشارع محمد مهدي الجواهري، ومجسر فوق خط السكة بطول 478 مترا يربط بين ساحة قحطان مرورا بخط سكة بغداد البصرة وصولا إلى تقاطع أم الطبول. وعبر دائرة تلفزيونية أطلق رئيس مجلس الوزراء مشروع تصميم وتنفيذ مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية بطول 400 متر وتنفيذ 4 استدارات مجسرة ضمن قناة الجيش لتأمين الانتقال الآمن والمريح بين جانبي القناة، فضلا عن توسعة للطريق على جانبي القناة بتنفيذ طريق رئيسي ب3 ممرات. زار وزير الإعمار بنجي الريكاني محافظة نينوى، وتم أثناء الزيارة افتتاح عدد من المشاريع الخدمية المهمة وإطلاق مشاريع جديدة أخرى. الوزارة تعمل مع المحافظة جنبا إلى جنب. اليوم ولو متأخرا الوزارة والمحافظة أوفت بوعودها لأبناء المحافظة لإعادة إعمار الجسور اللي هي تعتبر شريان حياة مهم لتواصل المدينة، والوزارة بالإضافة إلى هذه الجسور اللي بالتعاون مع المحافظة عادة إعمارها باشرت منذ شهرين في إنشاء الجسر السادس لمدينة الموصل، ولديها العديد من المشاريع في مجالات الماء والمجاري والطرق وأيضا الجسور، وهناك مشاريع تطلبها المحافظة بإلحاح ووافق عليها دولة رئيس الوزراء، وخاصة مشروع الطريق الحولي لمدينة الموصل اللي راح يساهم في التخفيف من الزخم والازدحامات. والوزارة أيضا تنفذ أكبر مشروع لشبكة مجاري للجانب الأيمن لمدينة الموصل، نأمل إضافة الجانب الأيسر أيضا على المشروع حتى تكتمل شبكة المجاري. الوزارة تنفذ أكثر من 8 مشاريع لمحطات المعالجة والأنابيب الناقلة للمجاري في جانبي الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى عدد من شبكات المجاري في الأقضية التابعة للمحافظة. أيضا هناك مشاريع مي في طريقها إلى الإنجاز. الحمد لله مدينة الموصل وضعها بالمي جيد، لكن هناك بعض القرى والأرياف. أنجزت الوزارة مشاريع مهمة منها، ولا تزال 3 مشاريع
تنتظر الإنجاز خلال المرحلة القادمة. أجرى وزير الإعمار أثناء زيارته محافظة نينوى جولة ميدانية لمتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة. ترأس السيد الوزير الجلسة 19 للمجلس الوطني للإسكان، حيث تمت مناقشة إعادة ضوابط توزيع الوحدات السكنية التي أنجزتها الوزارة على الفئات المشمولة بخطة التوزيع ومدد التسديد لأقيام الوحدات السكنية للفئات المشمولة بخطة التوزيع. وفي الختام، تابعوا منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. تقبلوا مني أطيب التحايا وإلى اللقاء.